this young man, I think, right after graduation, he started his journey in QNET. And I think over the last 14, 15 years, he's been building his network, and he has achieved so much success. I think you want to share with us a bit more. He is an AVP, and he's got 7 V councils below him, and he has businesses in 15 countries and counting. All right, that's the kind of work he has put in, David, in the last 13, 14 years. 15 countries, huh? Amazing. Can you imagine? Started with one country and then step by step by step, 15 countries today, as my brother AVP Giri said, amazing. It's possible. He can do it. You can do it. Let's hear him. Let's hear from AVP Jawad. السلام عليكم مرحبا بكل النيتوركرز الرائعين الموجودين بكل أنحاء العالم يلي عم يحضروا أروع وأضخم حدث على مستوى النيتورك ماركتينج في العالم فيكون كونكت 2022 الفيكون المكان يلي له الفضل الكبير بكل الخيرات يلي وصلنا لها الفيكون بالنسبة إلي شخصيا على مدار 13 سنة ما غبت عن ولا فيكون بالنسبة إلي الفيكون عطاني العقلية الصح لأنه وقت تمتلك العقلية الصح رح تمتلك الشخصية الصح وقت تمتلك الشخصية الصح رح تمتلك الأداء والسلوك الصح وهذا يلي رح يخليك تحقق النتائج يلي تبحث عنها أنا سعيد أنه موجود معاكم بهذا الفيكون وأشارككم إن شاء الله بالشيء يلي ساعدني على مدار هاي السنوات من اللي تعلمته من المؤسسين والمعلمين والناس الناجحين وعلى رأسهم المنتور داتوس ريفيجي وجابا داس بيسمارك اليوم كل الموجودين يبحثون عن شيء أساسي التغيير للأفضل تغيير بنتائجكم تغيير بوضعكم حتى توصلوا لأحلامكم أكيد هذا السبب يلي لأجله كلكم موجودين وعم تتابعوا هذا الحدث الرائع الفكرة المهمة جدا على مدار هاي السنوات وقد شفت المنتور داتوس ريفيجي وجابا داس بيسمارك على مدار هاي السنوات بكل فيكون بكل لقاء خاص معاهم بكل تدريب شو أكثر شيء عم يغرسوا فينا لقيت أنه دائما أكثر شيء عم يغرسوا فينا كيف نمتلك شخصية الفائز شخصية المنتصر الشخصية التي لا ترضى بالهزيمة أبداً وعلى مدار السنوات أدركت أنه كل الناس يلي عملت نجاحات عملاقة بالفعل تمتلك هاي الشخصية عندها سمة مشتركة لا تقبل الهزيمة أبداً لا تقبل أنه تنهزم بشيء اختارته لا تقبل أنه تنهزم بهدفها بالنجاح والثراء لا تقبل أنه تنهزم بأي شيء فاليوم إذا بدي أسترجع كل هاي التفاصيل رح ألاقي إنه هاي العقلية وقت أمتلكها رح أمتلك كل الأشياء الأخرى رح أمتلك الإصرار رح أمتلك الحماسة رح أمتلك التأثير وهو الشيء المهم بعملنا التأثير بالآخرين والتأثير بالسواء داولاينك دعواتك الناس يلي تدعيهم للعمل هاي الناس وقت تشوف فيك شخصية الفائز هنا يأتي التأثير وهنا تأتي النجاحات
هذا الموضوع أهميته يكفي أنك تعرف أنه هو شيء موجود بفطرة الإنسان، والله خلق الإنسان على الفطرة. وقت كنا أطفال صغار حتى قبل ما نوعى، أي شيء بدنا يا نصر على أنه نوصل له، لا نقبل أنه ما نحصل عليه. وقت ما مثلا نلعب ألعاب معينة، هدفنا أنه نفوز بهاي الألعاب. وقت نروح للمدرسة في نشاطات رياضية، في أشياء ليش نحبها وننجذب إلها؟ لأنه بداخلنا فطرة ورغبة الفوز. هذا شيء من فطرة الله بالإنسان، وفطرة الله لا تخطئ. لكن يلي بيصير مع كثير من الناس مع الزمن، تسمح للهزائم أن تسيطر على حياتها. وهذا شيء مهم وأساسي جدا في عملنا في النيتورك، أنه نتعلم هذا الموضوع. هل أملك شخصية الفائز أم شخصية المنهزم؟ الشيء اللي يغذي فينا كان دائما ولا زال داتوس ريفيجي يخاطب شخصية الفائز بداخلنا ويقويها، ويساعدنا أنه نضعف ونحجم شخصية المهزوم بداخلنا. لأنه كل إنسان عنده هاي الشخصيتين، والنجاحات العملاقة تأتي للناس الذين يجعلون شخصية المنتصر هي التي تسيطر على حياتهم وعلى أفعالهم. فاليوم السؤال المهم، كيف أغذي شخصية المنتصر؟ كيف أغذي هذا العملاق الإيجابي في داخلي؟ من كل التجارب يلي شفتها وعشتها، في أربع عوامل مهمة وأساسية. العامل الأول هو، هل تملك رغبة حقيقية لأن تكون إنسان منتصر وفائز؟ هل لديك الرغبة؟ هل بالنسبة لك هذا موضوع جدا مهم، أم عادي إنك تكون مهزوم؟ عادي إنه أنت تدخل لمجال كان عندك أمل فيه إنه تغير فيه حياتك، وتسمع كم كلمة من فلان أم كم موقف وتخليك تستسلم وتنسحب؟ هل هذا الموضوع عادي بالنسبة لك أو غير عادي؟ بالنسبة إلي، إذا بدي أحكي عن تجربة شخصية، الأيام الأولى بعد ما سجلت، أول ما حصلت على التدريب، شفت أول مرتكز من مرتكزات العمل موضوع الدريم، موضوع الحلم. وقد سمعت شيف باثمان عم يتحدث عن هذا الموضوع، عشت مشاعر رائعة جدا. عشت مشاعر إنه أريد أكون إنسان من النخبة، أريد أكون إنسان من علية القوم، أريد أكون إنسان مليونير غني ناجح، ليس إنسان عادي. بالنسبة إلي بأيامي الأولى، بحكم إنه أنا كنت سابقا مهندس معلوماتية ومتخرج حديثا، فكثير من المقربين حولي استهجنوا دخولي ووجودي بهذا العمل، انه انت مهندس وين رايح تشتت تركيزك بهاي الشغلة. فبالنسبة إلي بأيامي الأولى، ما كان يحركني ويدفعني، اوكي اكيد في احلام، بيت، سيارة، لكن الشيء الاساسي اللي يخليني اغلي من الداخل كان رغبتي بالانتصار. بالنسبة إلي كان موضوع اني اثبت لنفسي اولا اني اخترت المكان الصح، واني ماشي على الطريق الصح، واني اثبت لكل مين استهزأ، وكل مين اعتبر انه انا فتت مثل ما يقولون شغلة فاضية او شغلة مش كويسة، اثبت لهم انه هم المخطئين وهم يلي خسروا لأنه ما كانوا معاي. كان عندي هذا الموضوع هو الدافع الأكبر، لأنه بداخلي وجدت رغبة عملاقة إني أنتصر، إني أفوز. على مدار السنوات أدركت إنه هاي سمة أساسية موجودة عند كل يلي نجحوا بهذا البزنس. كل الناس يلي اقتديت فيهم واللي حبيت إني أصير مثلهم، لقيت هذا الشيء بداخلهم. فهذا الشيء ساعدني إني أغذي هذا الشيء بداخلي. إلى جانب شيء مهم جدا، هل تجد نفسك تستحق أن تفوز بتحقيق أحلامك؟ هل تجد نفسك تستحق أن تكون هذا الإنسان؟ هاي النظرة الذاتية وهذا الاستحقاق هو العامل الأبرز. إذا أنت كنت اليوم بالنسبة لك النجاح هو شيء زيادة خير، إن وصلت له جيد، إن ما وصلت له أنت والله خلاص رضيان بالحياة العادية، هذا موضوع
الرضا بالحياة العادية القبول بالحياة العادية بالنسبة إلي هي أكبر هزيمة ممكن تمر علي بحياتي، هو أكبر عار ما ممكن إني أقبل فيه، إني أقبل بالحياة العادية. هذا بحد ذاته اعتبرته أكبر هزيمة. أنا خلقت ليس للحياة العادية. من أشوف قصص النجاح دائما كلهم يشتركون بهذا الشيء، نجاحهم بدأ من اللحظة يلي أدركوا أنهم لم يخلقوا لهكذا حياة، خلقوا لشيء مميز. فهل تشعر بهذا التميز؟ هل بداخلك يوجد صوت يخبرك أنه أنا خلقت لحياة مميزة؟ هذا الدافع الأول والعامل الأول يلي رح يغذي فيك شخصية الفوز. بمسيرتي بالعمل أكيد واجهت صعوبات، أكيد واجهت تحديات، أكيد واجهت أيام سيئة، أكيد بالذات بأيامي الأولى كان عندي فترات كثيرة أشتغل 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 وما ألاقي النتيجة المطلوبة. شو يلي كان يشجعني دائما؟ دائما أسأل نفسي هذا السؤال، يا جواد أيهم أنت الآن متألم من هذا الوضع، متألم من خلينا نقول أنك ما حققت الشيء اللي بدك يا بعدك من هذا البزنس، لكن سؤال أيهما أشد ألما، الموقف اللي أنا فيه حاليا وصعوبة هذا التحدي اللي أنا فيه حاليا أم ألم الهزيمة النهائي؟ أيهما أشد وأيهما أسوأ؟ دائما يكون الجواب بالنسبة لي أكيد ألم الهزيمة النهائي، وألم أنه والله بالنهاية الناس اللي استهزأت فيني تطلع على حق وأجي أقول لهم والله طلع معكم حق، هذا الشغل ما كان لازم أدخل فيه أو ما شكله فيني أنجح فيه. هذا الألم أكبر بكثير من ألم أي تحدي عشته. فهذا يلي كان يسهل علي تجاوز أي تحدي وصعوبة أمر فيها. ونفس الوقت أسأل نفسي هذا السؤال، أيهما ممتع أكثر؟ إني أتخلص من صعوبة التحدي اللي أنا فيه وأرتاح من هذا التحدي اللي أنا فيه، هذا ممتع أكثر أم متعة النصر والنجاح النهائي، متعة الحرية المالية، متعة الملايين، متعة إني أصير أبلاين ذو بصمة وأثر بتغيير حياة الناس للأفضل، أيهما ممتع أكثر؟ كان دائما الجواب بالنسبة إلي أكيد متعة النصر، متعة الوصول لغاياتك، متعة تحقيق أحلامك هي المتعة الأكبر وهي اللذة الأكبر. فهاي النقطة الأولى. العامل الثاني المهم بتغذية شخصية النصر يلي عندك هو ما هي الرؤية يلي تملكها اليوم. شخصية النصر بحاجة إلى تغذية، بحاجة إلى وقود. وقود شخصية النصر بداخلك هي الرؤية يلي عندك ياها، هي كم حجم الرؤية، كم هي عملاقة. ما بنسى من الأشياء اللي ساعدتني بإني أخذ هذا العمل بجدية كبيرة بأيامي الأولى حتى قبل ما أسجل، وقت أبلايني أثناء متابعتي أبلايني فيسي حسن شو كان يخبرني قبل ما أسجل؟ يقول لي جواد بهذا البزنس والله رح يجيك يوم وتفتح الخزنة يوم الثلاثاء تلاقي $1,000 وتزعل إنه معقول هالأسبوع عمولتي فقط 1000. أنا وقتها قلت واو، معقول رح أزعل على $1,000 في الأسبوع؟ رح يجي هيك يوم؟ يعني رح أزعل إنه تجيني فقط 4,000 بالشهر وأنا مهندس متخرج حديثا أبحث عن وظيفة، إذا لقيت وظيفة براتب $1,000 بالشهر فواو. الفكرة وقد فيسي حسن قال لي هاي الجملة كان بعده بالبدايات، كان بعده أصلا ما عم يعمل عمولة أسبوعية، لكن الرؤية يلي عنده ياها ألهمتني، حسيت بشخصية الفائز يلي بداخله، غذى هذا الشيء شخصية الفائز يلي بداخلي. فأنت تحب أنك تأثر بداونلاينك، تحب أنه تلهمه داونلاينك أو دعوتك أو البروسبكت تبعك بحاجة أنه يشوف شخصية فائز ذو رؤية عملاقة ويقين بهاي الرؤية. هذا الشيء يلي بحاجة الناس أن تشوفه فيك،
وهذا يلي يغذي شخصية المنتصر بداخلك رؤية عملاقة للمستقبل رؤية عملاقة تجاه نفسك تجاه عائلتك تجاه المكان اللي حتسكن فيه تجاه الشخصية يلي حتكون عليها شخصيتك في المجتمع حياتك هاي الرؤية هي اللي رح تظل تغذي شخصية الفائز بداخلك أما إذا أنت أملك في النيتورك تطالع فقط الفتات وتطالع فقط الشيء البسيط فهذا الشيء سينعكس على أدائك سينعكس حتى على مؤسستك الناس لا تتبع الإنسان صاحب الرؤية البسيطة الناس تتبع الإنسان صاحب الرؤية العملاقة فهذا العنصر الثاني بما يخص تغذية العقلية المنتصر أو عقلية الفائز بداخلك العنصر الثالث والمهم جدا 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 يلي هو وهذا الموضوع كان دائما ولا زال داتوس ريفيجي يحدثنا عنه يلي هو وين تركيزك بالمعطيات والنتائج أم بسعيك وأدائك هذا الخطأ يلي يوقع فيه كثير من النيتوركر ولا توقع فيه تركيزك في المعطيات والنتائج يعني تركيزك مين الآن مسجل معك مين متجاوب معك كم حجم فريقك ما هي عمولاتك الآن تركيزك بالنقص وتركيزك بأنه أنت لا تحصل الشيء الذي تريده في قاعدة ما تركز عليه يتوسع تركز بقلة النتائج ستزداد قلة النتائج بينما التركيز وين لازم يكون؟ التركيز لازم يكون على السعي ما هو السعي الذي أسعاه؟ هاي القاعدة الأساسية في الحياة بالنسبة إلي على مدار السنوات الحمد لله أنه أدركت هاي الحقيقة من أيامي الأولى بالنسبة إلي كنت أستند إلى الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ففي وعد من رب العالمين أنك حتما ستجد نتيجة سعيك وأنك لا تملك شيء في هذه الحياة إلا سعيك فأنا لا أملك إلا سعي فإذا أنا أختار أن أمشي بالطريق الأشياء التي أملكها أنا أملك فقط سعي فإذا رب العالمين بده مني أنه هون ركز فقط فهون في شيء مهم شو بيقول مرة سمعت من داتوس ريفيجي بيقول وقت تركز على النتائج ستهرب منك النتائج لكن عندما تركز على السعي النتائج هي التي ستطاردك أنا أركز إني أعمل يلي علي واترك الباقي على رب العالمين رب العالمين عادل لن يضيع لك تعبك لكن بشرط إنه يكون سعي دائم ومستمر هذا الموضوع ليش يغذي عقلية الفوز؟ بكل بساطة لأنه أنا وقت أركز على سعي ما رح أشتت ذهني بالأشياء يلي قد أعتبرها صعوبات أو معوقات أركز على الشيء الذي أملكه فاليوم طالما أنا أركز على السعي فأنا لدي اطمئنان إني سأصل إلى غاياتي وسأصل إلى هدفي فخلاص أشعر بالاطمئنان مهما حاولت شخصية المنهزم بداخلي أن تغريني لأجل أن أستسلم أو أنسحب ما رح أسمع لها رح أظل أسمع لصوت الشخصية المنتصر بداخلي لأنه في قناعة بداخلي ركز على السعي النتائج حتما سوف تأتي هذا الشيء يا ما صار معي على مدار السنوات يا ما تعبت وتعبت 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 بأماكن لم أجد فيها نتيجة كبيرة لكن بنفس الوقت في أماكن ما تعبت فيها كثير عملت مبيعات وشغل وأرباح عملاقة جدا الحمد والشكر لله يا ما مثلا رحت بدأت بسوق معين تعبت مع الناس بهذه الدولة وما لقيت النتيجة المطلوبة لكن في المقابل إجا اليوم يلي إجوا ليدرات من مجموعتي إلى هذا السوق أنا ما اشتغلت معاهم كثير لكن وصلوا إلى نتائج وأرباح عملاقة ووصلوا في أشهر إلى ماكس أوت هل هذا كان صدفة؟ لا كوفئت على سعي لكن ليس بالطريقة يلي ربما أنا كنت شايفها بطريقة اختارها الله لي وطرق الله أكيد أفضل من طرقنا فإذا تشبيه جميل لهذا الموضوع
سمعت أيضا مرة من المنتور داتوس ريفيجي يقول وقت أنت تتعب على شيء ومثلا تكون النتيجة صفر، أوكي جيد كمل، تعبت على شيء وسعيت مرة ثانية كانت النتيجة صفر، الآن بوقتها صفر مع صفر ما لهم قيمة، حيظلوا صفر. سعيت بمرة أخرى كانت النتيجة صفر، أوكي صفر مع صفر مع صفر بيظلوا صفر. أنت تظل مستمر، بيجي يوم وبيجيك واحد، هذا الواحد هي حالة ما، هي مثلا شريك مناسب قوي صار بمجموعتك، هو فريق جديد بدأت فيه، هو مكان ما بدأت فيه العجلة تمشي بشكل أفضل، مهما كان في حالة باستمراريتك هي واحد رح توصل لها. الفكرة انه من توصل لهذا الواحد شو صار؟ الأصفار السابقة صار لها قيمة عملاقة جدا. فلو انت جامع 4 أصفار هذا الواحد حيتحول الى 10,000، اذا انت جامع 6 أصفار هذا الواحد سيتحول الى 1,000,000. انا ما قصدي بال10,000 والمليون هي ارباح وعمولات، هي خلينا نسميها كمية النجاح، حجم النجاح اذا كان ممكن نعطيه رقم. مثل ما صار معاي في فترة طويلة في البدايات ما وصلت لنجاحات جيدة رغم اني كنت اقدم مجهود عالي جدا، لكن في يوم من الأيام وقت تعرفت على أبلاين المعلم في بي مهند غير كثير بشخصيتي، عطاني سيستم عمل ألتزم فيه، كانت هاي الحالة بالنسبة إلي هي الواحد. كانت النتيجة أنه ب6 أشهر أنا وبعض ليدراتي وصلنا إلى الماكس آوت والحمد والشكر لله ب6 أشهر. هل الماكس آوت كانت محصلة ال6 أشهر فقط؟ لا، هي محصلة كل الفترة الماضية، لكن من أجل واحد كل هاي الأصفار ظهرت قيمتها. فاطمئن يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، إذا أنت سعيك مستمر والله ما حيضيع عليك شيء، وهذا اتذكر حيظل يغذي شخصية الفائز بداخلك. النقطة الرابعة والأخيرة والمهمة جدا يلي تغذي شخصية الفائز في داخلك، اليوم أنت هدفك توصل إلى الفوز النهائي، لنكن مثلا إذا بالنسبة لك الفوز النهائي هو ماكس أوت دائم ومستقر، أو هو مثلا مجموعة أسواق، أو هو أنه تصير أنت أبلاين لمجموعة مثلا كذا حجمها، أو أنك تشتري البيوت والفيلا والسيارات والأحلام الكذا يلي ببالك، مهما كان الشيء اللي يعتبر هو نصر وفوز نهائي. فكرة مهمة جدا، لن تصل لهذا الانتصار النهائي إلا بتجميعك لمجموعة انتصارات صغيرة. هاي الانتصارات الصغيرة على مدار يومي وأسبوعي وشهري هي الأهم، هي اللي حتوصلك للانتصار النهائي الكبير، من دونها ما رح توصل. إنه عندك مهمة اتفقت عليها مثلا مع أبلاينك، presentation دعوة متابعة إلى آخره، إنك تسويها وكل مرة وكل يوم تسويها هذا انتصار. لا تأجل، لا تأخر، لا تحط أعذار إنك ما تسوي هاي المهمة لأنك سمحت لشخصية المنهزم إنه يصير أقوى وشخصية المنتصر إنه يصير أضعف. فهاي الانتصارات الصغيرة، على سبيل المثال الهدف الأسبوعي، إنك تحط هدف لكل أسبوع من الجمعة للجمعة وتحط بذهنك يجب أن أنجز هذا الهدف. هذا كان من أكثر الأشياء يلي أبلايني في بي مهند أول ما اشتغل معاي ركز معاي عليها، كان شديد معاي جدا بتحقيق هدفي الأسبوعي. مع مرور الزمن أدركت الحكمة، إنه كان شديد معاي إني أغذي شخصية المنتصر بداخلي، لأنه من أحقق هدفي هذا الأسبوع رح يصير أسهل علي إني أحقق هدفي الأسبوع القادم، وحيصير أسهل بعدين إني أحقق هدفي الأسبوع اللي بعد. وبالتالي مثل ما يقول داتوس ريفيجي، أنت من شيء يصبح يمر عليه 21 يوم يصبح عادة، فمن أنا 3 أسابيع كلها أعيشها بانتصار وأحقق أهدافي حيصير الطبيعي إني أحقق هدفي كل أسبوع. والماكس أوت كيف بيجي؟ من وراء أسبوع وراء أسبوع وراء أسبوع عم تعمل هدفك الأسبوعي.
إنه في أهداف صغيرة بدأت من هدف أسبوعي من أرقام صغيرة ننجزها تصبح أكبر أكبر لكن يجب أن ننتصر. تشرفت بيوم من الأيام إنه كنت باعث مسج إلى المينتور داتوس ريفيجي وقت ما صار عنده مجال وقت جاوبني. ما أنسى هذا الجواب، ما أنسى هاي المسج للآن كل فترة أفتح وأقراها. شو بيقول بأحد فقراتها؟ إنه ما تحتاجه هو الاستمرارية consistency. Small wins are all what you need. يعني الانتصارات الصغيرة هي كل ما تحتاجه. لا يوجد نصر بيوم وليلة. There is no win overnight. هذا الخطأ يلي يوقع فيه كثير من الناس، يبحثون عن الفوز والنتائج العملاقة بيوم وليلة، بده كل الخيرات تجي ويلاقي بوادرها من بفترة قصيرة. هذا بكل مجالات الحياة. ناس ما تلتزم بحمية، ليش؟ لأنه الحمية بدها وقت عشان تعطيك الجسم الجميل أو توصل لهدفك وبدك إياها بسرعة. ما تلتزم بالرياضة مثلا لأنه نفس الشيء تحتاج إلى وقت حتى تلاقي النتيجة. في النيتورك نفس الموضوع، مو إذا أنت ما لقيت اللي بدك إياه بسرعة تستسلم. لا يوجد فوز سريع بكل الحياة. الفوز الكبير يأتي من تجميع انتصارات صغيرة، فركز على الانتصارات الصغيرة مهما تنجح فيها. هدف أسبوعي تنجزه وهاي البوابة يلي راح تخلي يصير فيه انتصارات كبيرة. فإذا هذا الشيء يلي حبيت أوصل لكم يا اليوم، أهم قرار أطلع فيه بعد هذا الفيكون، أنا من الآن فصاعدا منتصر وليس مهزوم. من الآن فصاعدا أنا I am a winner not a loser. لن أقبل بوضع الراهن لأن القبول بوضع الراهن هو هزيمة. أنا اليوم عشت الحياة لأجل أن أكون منتصر، أن أصل لأحلامي الكبيرة. ما أسمح لأي شيء يهزني، ما أسمح لأي شيء يسبب لي الهزيمة، لأني عشت في هاي الحياة حتى أكون من الفائزين. فرددوا معاي: أنا فائز. I am a winner. I am a winner. I am a winner. I am a winner. شكرا جزيلا. I love you so much. السلام عليكم. Unbelievable. And you know, AVP Giri, what AVP Jawad said is what Dato Sri said to him. Focus on the small victories. Be consistent, and then you will get the big victories. And as you said earlier, remember AVP Giri? Fast is slow. Slow is fast. And AVP Jawad's message was that you have to do it step by step. There's no such thing as instant results. This is not a get-rich-quick scheme. Exactly. Guys, if you want to run, assuming a child, all right, wants to run, first the child has to start crawling, baby steps, crawling, all right? Then the child stands up and learns how to walk, all right? And then falls. Walk, get up again, walk. Get up again, walk. Then slowly take bigger steps. And only then ultimately can the child ever run. All right, so ultimately, like what he said, baby steps. All right, don't look for instant success. There is no instant success in this business. Very true. You see, the trouble is, unfortunately, today, our culture, you know, everything we look around us, people say, you know, instant coffee, instant this, instant that. So we expect everything to be instant. Like AVP Jawad said, you know, you go on a diet, you want instant results. It doesn't work. You have to do the baby steps. You have to do it every day. You know, Dr. C says, do it every day. You know something about instant, the word instant itself,
To be honest with you, it's not very good. Do you think instant noodles is good? No. No, definitely guys, anything not. That is prepared for you to eat fast is not very good. Anything instant is not good. Instant coffee is not good. Exactly. You know, the real roasted so coffee. So much of chemical inside, you know. Exactly. Thank you so much, AVP Jawad, for your message. All right, it's an amazing message. And God be with you. All right, and may you see more success in the days to come, in the weeks to come, in the months to come, and in the years to come. Yes, yes. Shukran, AVP Jawad. Shukran. All right.